كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية بعمان تعد من الكنائس الكبرى في المملكة بمبناها اللافت لكل من يزورها أو يمر من جانبها، وهي بموقعها تتوسط بيوت الرعية الساكنين من حولها. عدسة نورسات وضمن سلسلة حلقات كنيستي زارت الكنيسة والتقت كاهنها الأب أنطون هريمات وعدت التقرير التالي. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فرحت بالقائلين إلى بيت الرب نذهب، ففي بيته نلقى الراحة والسكينة والسلام والأمان، وفيه نرفع صلاتنا وابتهالنا للقائم من بين الأموات أن يقيم فينا فيض نعمه السماوية، فما أعوزنا وأحوجنا لمسكن العلي حيث الملائكة. في جولتنا لهذا الأسبوع نلتقي معكم أعزائنا في كنيسة بهية ومميزة لها مكانة مقدسة لدى قلوب الكثير من المؤمنين. إنها كنيسة العذراء الناصرية للاتين الواقعة في منطقة الصويفية بعمان منذ عام 1983. عدسة نورسات مكتب الأردن زارت الكنيسة والتقت بكاهن رعيتها الأب أنطون هريمات، وقبل أن يحدثنا عن تاريخ ونشأة الكنيسة تضرع لله العلي القدير أن تكون العذراء مريم الأم الحنونة لكل مؤمن، والتي هي هدية الصليب لكل محبيها. الأب أنطون هريمات انتقل إلى الكنيسة عام 2013، واستطاع بفعل محبته لرعيته أن يزرع حب الله والعذراء في قلوب الكبار والصغار وحب الصلاة في الكنيسة بالسبحة الوردية. وقال: إحنا هون زي ما تعرفوا في الكنيسة العذراء الناصرية، شوف ما أجمل من الاسم العذراء الناصرية. هاي الكنيسة تأسست سنة 1983، المرحوم العادل قبعين هو وزوجته الله يطول عمرها السيدة وداد قبعين هم اللي بنوا هاي الكنيسة، وقبر المرحوم عادل قبعين موجود تحت الهيكل خلف أبونا، القبر موجود من على صور الكنيسة من الخلف. هاي الكنيسة لما انبنت ما كان في ناس كثير حواليها، وعشان هيك هي كبيرة بس مش كبيرة بما فيه الكفاية إنه تضم كل الناس الموجودين فيها. حالياً في حوالي 1700 عائلة مسيحية حوالينا، والمنطقة شاسعة جداً اللي بتضمها رعية العذراء الناصرية. هي الكنيسة هي كنيسة حية، كنيسة حية معناه إنه الناس مليانة بتكون في الكنيسة. يوم الأحد ولا يوم السبت بالقديس بتكون الكنيسة على الأطراف كلياتها مليانة ناس من اللي واقفين بدهم يسمعوا كلمة ربنا. هاي الكنيسة اللي بتضم فيها فعاليات كبيرة مثل مجلس الرعية، مجلس الرعية من الإسلام اللي بحاولوا يكونوا السند والإيد اليمنى للكاهن الرعية حتى يقودوا هاي الرعية. في الشبيبة هي جدا فعالة، الكشاف له وجوده الكبير، فرقة الترتيل لها وجودها في كل القداديس. فأستغل المناسبة حتى أشكر جميع الفعاليات، أوكي، وما بنسى الأخويات المريمية اللي موجودة عندنا في الكنيسة، اللي اجتماعاتها الأسبوعية. فإذا من ناحية حياة روحية في هالكنيسة الإشي بيرفع الرأس بالفعل، بتشعر إنه ناس أسرة واحدة عائلة واحدة بتعيش تحت سقف اسمه الكنيسة، كنيسة العذراء الناصرية. وبسبب العلاقة المتينة التي ربطت الأب أنطون هريمات مع رعيته التي يصل عددها لنحو 1700 عائلة، تمكنا من تفعيل الكثير من الأنشطة الرعوية وإقامة الملاحق اللازمة في الكنيسة، والأهم من ذلك ترسيخ فكرة زيارة المرضى في بيوتهم. وقال: هاي الكنيسة
من لما أنا إجيت فيها هون سنة 2013 حاولت إنه أزرع حب العذراء في الكنيسة. بذكر أول وعظة حكيتها، حكيت لهم أنا بدي أعمل كل جهدي إني أسيج الكنيسة بالصبحة الوردية، بدي أسيج الرعية بالصبحة الوردية. وهذا اللي إحنا نفتخر فيه، إن رعيتنا رعية العذراء النصرية بتحب العذراء وبتصلي الصبحة الوردية. نشاطات كثيرة عملناها في هاي الرعية، بما في أول جمعة من الشهر، أول جمعة من الشهر الكنيسة بتكون خارج الكنيسة الناس، وبالفعل تعرف أي ساعة بعملها؟ بعملها 8:30 الصبح. ليه؟ لأنه إذا إشي محرز مفروض أنت تتعب تضحي في سبيله، وعشان هيك كان بإمكاني أعمله الساعة 11، يعني بعد ما يخلصوا شغلهم والسوق تاعهم وهلو مجرة. لا لا لا، إحنا أن الأولوية نحط ربنا، وطالما بوعدنا بإشي كبير كبير محرز إنه نفيق ونضحي من الصبح ونيجي عليه. عشان هيك أول جمعة من الشهر دائما مليانة الكنيسة، رغم إنها بتكون على 8:30 الصبح. بالواقع بهاي الكنيسة في عنا 58، هلأ بحكي لك 58 بيت اللي منناولهم كل أول جمعة من الشهر. طبعا في الشمامسة اللي بيساعدوني على مناولة المرضى، إنما هي نبدأها بيوم الخميس ويوم الجمعة حتى نناولهم جميعا. وهذا فخر إلنا إنه نحمل القربان الأقدس يسوع المسيح، اللي يوم الأيام بده يستقبلنا بنهاية حياتنا، نضع السيد المسيح بين أيادي هدول الناس اللي ما بيقدروا يجوا على الكنيسة. كنا بحاجة لغرفة للأطفال حتى الأم ما تنزعج إذا طفلها بكى ولا صرخ ولا هالمجرة، وحتى الناس تانيين ما يتضايقوا. فعملت غرفة للأطفال، أوكي، بنيتها هون. بنيت مزار لمار شربل لأنه كتير رعيتنا بتحب مار شربل، فقلت ليش ما أعمل مزار لمار شربل. وياما اللي بيجوا على مزار العذراء بروحوا على مزار مار شربل. وعملت مقام لبادري بيو اللي هو من القديسين الكبار اللي بيعملوا عجائب وعجائب وعجائب. وختم الأب بهريمات حديثه لنورسات عن أهمية ترسيخ العلاقة بين كاهن الرعية ورعيته، ومقابل هذه الخدمة وعرفان الرعية بالجميل للأب بهريمات، وتكريما منها لكل الكهنة الذين مروا عليها لخدمتها. قام أبناء الرعية وعلى نفقتهم وبالتعاون مع الأب أنطون هريمات ببناء بيت خاص للكهنة كبار السن، وأسماه بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة عندما يصلوا لسن التقاعد للإقامة فيه، حيث أن الكاهن يكرس كل حياته في خدمة المؤمنين. وما هذه التقدمة إلا تكريما له ولعطائه بأن ينعم بآخر حياته بإقامة مريحة تليق به. وكانت هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ البطريركية، حيث اعتاد المؤمنون بأن تبني الكنيسة للشعب، لكن في هذه الرعية الشعب هو الذي يبني. وحاليا أنا عمالي ببني بيت غريب عجيب رح يكون اسمه بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة. إيش أصل هاي الفكرة؟ بعد ما خلصت كل ما حوالي اللي لازم أعمله من غرفة أطفال ولا مزارات ولا هالمجرة، إجتني فكرة. حكيت الناس ما تعرف إيش الخوري. هذا الخوري له قصة. بشوفوا الخوري إجاهم خوري جديد عمره 40-50-30 سنة، بس ما بيعرفوا ماضي. هذا الخوري له يوم من الأيام على عمر 11 سنة ترك أبوه أمه أخوه أخته بلده مدرسته. هذا الخوري لما يصير خوري بيبتدي يتنقل من رعية لرعية. نسمع إنه الخوري تنقل من رعية لرعية، يا جماعة مش سهلة هاي القصة. أنت إذا بدك تنقل من هذا البيت للبيت الثاني قديش صعب بده يكون. هالخوري بحياته بمسيرة حياته إيش بحاول يعمل؟ بحاول إنه يزرع كلمة ربنا، يقربهم لربنا، يجيبهم لربنا. ومين وايل في أثناء ذلك بحاول إنه يعمل أشياء
إذا كان عنده الإمكانية يبني كنيسة ولا يعمل مدرسة ولا مستوصف ولا يصلح من هون وهاي. وهيك الناس متعودين على هالخوري أوكي، لكن هالخوري بآخر المطاف بده يكبر، ولما صار كبير هذا الخوري وين يروح؟ والده والدته ربنا أخذ بداعتهم بيكونوا أكيد، صحيا هو تعبان يمكن. ففكرت في شغلي، قلت ليش ما أعمل شغلي اللي بالبطركية كاملة بتاريخها بالكامل من عملات أوكي، اللي هي بدل ما الخوري يبني لرعيته خلي الرعية كعرفان جميل تبني إله. وهكذا كان، وأعلنت ب 22/12/2019 إنه هي الفكرة، إنه بدنا نبني إحنا كعرفان جميل لخوانتنا بيت منسميه بيت مار أنطوني البدواني لرعاية الكهني. أعلنت، سبحان الله، أنا بالنسبة لي هذا البيت هو بيت معجزي. ليه؟ بحياتنا ما طلبنا مصاري، ما كنا نطلب مصاري. وبعد شهرين ثلاثة من بداية المشروع إجت الكورونا، وثلاثة أشهر تسكرت كل الكنائس، ومع هذا كمل المشروع وكمل المشروع، وتقريبا انتهى المشروع اللي بأربعة سبعة إحنا رايحين نفتتحه. بهي المناسبة أستغل المناسبة حتى أشكر أي إنسان ساعدنا لمشروع كبير جدا جدا، هو طابقين وطابق تسوية، يعني ثلاث طوابق، مساحة تتعدى 1600 متر أفتكر مربع، ونشكر الله. فبدي أشكر كل إنسان شارك، اللي حط تعريف واللي حط دينار واللي حط 10,000 واللي ألف، بعيون ربنا اللي بتطلع على فلس الأرملي. بس أنا هاي المناسبة حتى أقول للجميع اللي أنتوا حطيتوا اللي كنتوا تعطوه لأبونا، وأبونا يقول لكم هذا على نيتكم، هذا هو بركة لكم ولولادكم. ألف شكر للجميع، ألف شكر لأبناء رعيتي اللي أنا بحبها وحبيتها وزرتهم كلياتهم وبفتخر فيهم وين ما كنت. الأب أنطون هريمات لقب بالكاهن المهندس ليس فحسب في حقل الرب لخدمة النفوس، إنما أيضا في حقل البناء، فحيثما حل كان يترك بصمات له، خاصة في تشييد المزارات المريمية لكي يكون لائقا لسماع كلمة الله وتكريم قديسيه. وما قام به الأب هريمات في هذه الكنيسة سيبقى شاهدا له مدى الحياة. طبعا بين المزارات عنا في عنا مزار كثير حلو المتواضع لمار يوسف، في عنا بين المباني اللي بتشوفوها هلا في عنا القاعة، هاي القاعة اللي تستعمل لنشاطات كبيرة في الرعية. ببدأ فيها إنه بالأعياد نستقبل من رئيس الوزراء للوزراء للناس الكبار، المطرانية تستعملها دائما في استقبالاتها، القاعة كثير حلوة كثير رائعة. تستعمل أيضا لنشاطات الرعية بالأطراح وبالأفراح، تستعمل مثلا في عيد الميلاد حتى يعملوا البازار السنوي لهم، فكثير مفيدة هاي القاعة وياما بتجمع أبناء الرعية. بالنسبة للمرحوم عادل قبعين اللي حكينا إنه قبره موجود في الكنيسة هون، فعشان ذكرى شو عملت؟ عملت بستان كثير حلو عند القبر تاعه، وين القبر مكتوب المرحوم عادل قبعين، كعملية شكر، والناس اللي بتحب تزور وتصلي صلاة صغيرة، لأنه هذا الإنسان أنا بالنسبة إلي إنسان كبير جدا. تصور أكم من ألف وألف وألف إنسان بسبب المرحوم عادل قبعين وزوجته الله يطول بعمرها السيدة وداد قبعين، قديش ناس إجوا نالوا سر الاعتراف، كم من عشرات وعشرات ومئات الآلاف اللي نالوا القربان الأقدس، كم من الناس إجوا ركعوا وسجدوا للقربان الأقدس. فإذا هذا فخر لآل قبعين هاي الكنيسة، وشكر كبير لهاي العائلة اللي استطاعت تضم مئات ومئات من الآلاف من المسيحيين فيها. هيكل الكنيسة اللي بتشوفوا خلفي هو تم تجديده من متبرع كريم، رفض انه يحكي اسمه، طلب مني ما اذكرش اسمه، فارتقيت اني اعمله على نفس الشكل القديم
أوكي؟ لكن إنما برخام جديد في رخام أسود حتى يبرز، وكبرت الهيكل بحيث أنه بإمكانك تضع 12 خادم موجود هناك، كل إياه تعمل تمس طبيبي بالكامل. كل ما بتشوفوه موجود، أوكي؟ كل إشي موجود هو من أهل هاي الرعية، وما في أي تعريفة أي فلس إجا من خارج الرعية، كلياتها من الرعية. عشان هيك الشكر، كل الشكر بعد ربنا لأبناء هاي الرعية. كنيسة تكرم السيدة العذراء من خلال مزارها المميز، وأيضا مزارات عدة للقديسين، لكي تبقى المكان الذي يمنح المؤمنين المتعبين والثقلي الأحمال الأمانة والسلامة والطمأنينة، وليبقى صوت أجراس الكنيسة صادحة في سماء عمان، مرنمة قائلة: المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. يا كنيسة أنت أمي، ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق.